ألف يوم على المقاطعة العربية لقطر. كانت المطالب العربية منذ البداية واضحة ومباشرة ومشروعة. 14 مطلب محتاجين ان هم يتجاوبوا معنا فيهم، لان احنا ما بنطلبش فيهم شيء غريب، احنا بنطلب ان احنا نعيش بشكل دون تدخل، دون دعم للإرهاب أو المتطرفين. غير أن قطر لم تستجب للمطالب العربية المشروعة، بل اختار النظام المضي في العداء والاستمرار في نهجه الداعم للجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون دول الجوار والتقارب مع الأنظمة الراعية للإرهاب. ورغم محاولات الإنكار، إلا أن المقاطعة العربية تركت آثارا واضحة على تماسك النظام داخليا، فقد انشق عنه معارضون أكدوا أنه من تسبب في تلك الأزمة. ولم يسبق لأهلنا في الخليج العربي وأشقائنا العرب أن نبذون هذا النبذ بسبب سياسات الحكومة التي سمحت للدخلاء والحاقدين بالتغلغل في قطر وبث سمومهم في كل اتجاه حتى أوصلتنا إلى حافة الكارثة. ازدياد المعارضة في صفوفها الثاني وفقدان أمير قطر للثقة في المحيطين به أزمة كانت لها شواهد، أبرزها لجوءه لتعيين مدير مكتبه في منصبي رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، أن أكون مخلصا للوطن والأمير، وإقراره لقوانين تعاقب من يبدي رأيه في أوضاع البلاد بالسجن والغرامة. تراجع الاقتصاد بسبب المقاطعة كان من بين القضايا التي يخشى النظام إثارتها بين المواطنين، ففي عام 2017 كان الدين الخارجي عند نحو 31 مليار دولار، وبعد 1000 يوم من المقاطعة وصل إلى أكثر من 53 مليار دولار. أما صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي فواصلت التراجع بأكثر من 6%. أما على صعيد المشروعات فقد جمدت قطر أكبر مشروع للغاز الطبيعي في العالم بعد انهيار الأسعار عالميا، وخلال اختناق الدوحة بالأزمة حاولت فتح حوار مع السعودية. In our conversation with Saudi we want to address the issue that hurt the relationship between Qatar and Saudi. لكن مع تعنت الدوحة بالاستجابة لمطالب الجيران المشروعة استمرت العزلة التي اختارها النظام القطري. And the problem with the Qataris is they're still in denial. And we need to move them from denial to introspection so they can fix the problem. We have no hostility towards Qatar. We just vehemently oppose their behavior, which is very dangerous to us.